يبان وقيل اخر. أي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما راكم تشوفوا راني راكبين رانا رايحين لولاد برعم. اليوم الفلوق اليوم تاع اليوم ولاد برعم سبيسيالمون ولاد برعم. وقعدوا معنا في لاشين توجور لايكو كان جديد توجور مع بيبان تي في. اتفرجوا بيبان تي في ليل ونهار تلقوا ديما جديد معها. وش نقول لكم احنا صحه فطوركم وصحه رمضانكم. واليوم لا تروزيام جور تروزيام بارتي تاع اجواء رمضان اليوم في ولاد برعم. وراح نزوروا زلابيه تاع الشاي تاع ولاد برعم معروفه. وطفي الى ذاك اللي من اللور شكون هو؟ واش راك يا وليدي؟ لاباس ها؟ اروح كيما قلنا كلمه قدم لنا قدم. كيما تعطينا كلمه صغيره واش تقول للناس يتفرجوا فيك؟ قول لهم صحه فطوركم وصحه رمضانكم. صحه رمضانكم. يعطيك الصحه يا سيدي. وراك تحوس مع باباك؟ راك تحوس مع باباك؟ هاي مليحه يا سيدي. هاي واش نقول لكم هنا؟ قعدوا معنا في الفيديو وكان جديد ان شاء الله. هاي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. رانا دوك لحقنا هذا وين لحقنا ولاد برعم كما قلت لكم قبيله. راه اليوم راهي اجواء رمضان في ولاد برعم. وكالعاده تبعونا في القناه البيبان تي في هي راهي متوفره وكما راكم تشوفوها ديال بيبان تي في. جي ميسكوز على الميكرو اللي ما هزيتوش دار بالو لا الله غالب. وهذا وصايم ودي خان شويه ومشيت تقريبا كيلومتر باش لحقت لهنا. ولاد برعم معروفه بالعالم الكبير بشير الابراهيمي ربي يرحمه. بلاد يعني تاع الشهداء اكبر مقبره الشهداء تاع ولاد البوجباري جايه في ولاد برعم باش يكون في علمكم. ولاد برعم فيها بيرميشو اللي معروف يعني ماتوا فيها اكثر من 500 جزائري طيشوهم في البير هذا بيرميشو. المهم احنا ما جيناش باش نهضروا السياسه ولا نهضروا حاجه اخرى. جينا نهضروا في اجواء رمضان. اجواء رمضان هذا راه فيه الماكله في الصلاه في قران في كل شيء. حنا اليوم اون فايسي في ولاد برعم اون فايسي اون دو ولا تروا جور ان شاء الله اون فايسي دو رابورتي واش كاين يعني سواء في الجمعيات ونشوفوا الجمعيات اللي تخدم وتقري الاولاد في القران. عندنا ثاني الجامع كان جامع تاع البشير الابراهيمي راهم يقراو فيها القران. ونزوروا دار بشير الابراهيمي ونزوروا المتحف تاعو. وان شاء الله ان شاء الله لبيل يعني نسيو ونغطيو التغطيه هذه صغيره في ولاد برعم نغطيوها في اون تروا جور. اليوم انا بدينا وقعدنا منها في الفيديو وفيها قصره كما العاده في الشوارع تاع ولاد برعم. في ناس تعرف تقصر وتحب تفدك وتحب تقصر. هذا رمضان وديما نضحكوا وديما نقصروا. هذه شهر رمضان اون باسون طون كوم سا اون باسون طون سوا في القران ولا سوا في برا سوا كل واحد كيف يعقب وقته. واش نقول لكم انا؟ نقول لكم صحه فطوركم وصحه رمضانكم وقعدوا معنا في الفيديو. الحانوت هذا اول الحانوت اللي زرناه اليوم في ولاد برعم. شوفوا هذه بقلاوه وكاطو والحليب كاين. الحليب كاين الرق كاين. وانا جونا ويقضي. واش راك وليدي بخير؟ جيت تقضي اليوم؟ واش جيت تشري زعما؟ جيت نشري حوايج برك. حوايج واش من حوايج؟ حوايج برك تاع الفطور. تاع الفطور هاي فوالا. والله يعطيك الصحة سيدي. ها هذا واش هو بوراك؟ هذا بوراك. بوراك تاع عيلة. تاع عيلة. هايلة. زيد واش شريت ثاني؟ هذا جو رامي. رامي اناناس. الله يبارك. وزيد هذه؟ قرع مايونيز. الله يبارك. مايونيز بدون فيه سلطه وفيه هذاك. والسكر. السكر لازم. يجي في الفلان والملح. الربح كما نقولوا احنا نقولوا الربح. يا اخي هيا حط هاي. واش تقول؟ اسمع واش تقول الناس اللي يتفرجوا فيك؟ واش تقول لهم؟ نقولهم بالصحة رمضانكم ورمضان سعيد وصحة فطوركم. يعطيك صحة وليدي. هذا محلة حانوت زكريا كما راكم تشوفوا دقلة. تمر. بنتي واش راكي بخير؟ واش راكي يا بنتي؟ خيرة لاباسة؟ تضحك حشمانة. كما راكم تشوفوا لي زيتاجير راه مليانين كاين كل شيء حاجة ما تخص. حاجه ما تخص. وهذا شهر رمضان انا توجو لي فريجيداج من دومون في شهر رمضان يملاهم غير بالكازوز. في شهر رمضان كازوز فريجيدير مليان بالكازوز.
كلش تفضل لازم برا. هيا كيما راكم تشوفوا، وكان فيها الخضره قدامه، فيها الخضره وهذاك صافي هو جمال ريف الوجه. اه 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 الله يا تشال حليم الله. وش نقول لهم؟ نقول لهم صحه رمضانكم ومرحبا بكم عندنا عند حانوت زكريا خنوف. يعني راه وين جاي هذا خنوف؟ هذا في اولاد ابراهيم. اه باش تقول اولاد ابراهيم؟ ابراهيم محل زكريا خنوف كما يقولوا شارع فوحان. سعد ومرحبا بكم وصحه رمضانكم. وهنا مريقلين الحاله مرحبا. الحمد لله الحمد لله. مريقلين اللي عنده اللي ما عندوش. مرحبا بيه. يعطيك الصحه خويا. رانا توجور في ولاد ابراهيم. انا الحانوت على الالومنيوم كما راكم تشوفوا. راكم تخدموا قداش تبدا تخدم اخويا؟ كيفاه؟ قداش تبدا تخدم الصباح؟ تسعه ولا تسعه؟ وقداش تسكر؟ تسعه الربعه ونص الخمسه. الربعه ونص الخمسه. اذا كنت تروح تريح كل نهار ونهار. وانت وليدي واش راك وليدي؟ راك ابرونتي ولا خدام؟ هو نتعلم. راك تعلم ابرونتي؟ من التكوين المهني. التكوين المهني. الله يبارك. يبارك فيك عايش. وقد عندك انت في المهنه يعني ملي ما دخلت في التكوين المهني؟ قد عندك شهرين. شهرين برك تدخل في لا سيزون هذه. هذه جديده هذه تاع فيفري. الدوره تاع فيفري. الدوره تاع فيفري. واش صافا شويه الحاله ولا؟ هو لاباس. راك تعلم عند السيد بلي صافا. هو لاباس. يخليك تتلاح يا اخي. الحمد لله. الحمد لله. وانت ثاني راك لازم تخليه يتلاح. وتخلي لازم يتعلم. واش يواسيس على يدي وعلى هذاك لي ماشين هذاك هذاك ما كان برك حتى بشويه. تما كان حوايج ما تقدرش تعطيهم له دوك حتى شويه حتى يحفظوا راسهم. وعلموا لي ميزور، علموا سيرتو لي ميزور الميتراج وهذاك ما يغلاش ما يديكاليش لي زيكير 90 دوغري. نعرف ما نعرفش. تعرف كلش. راك تعرف كلش. اي والله اي والله. خاطرش هذه الخدمه هذه راهي الله يبارك راهي خدمه مليحه. مليحه مليحه. هي راهي شوف هي تبع لابوازري. تبع لابوزي ولا الالومنيوم؟ الالومنيوم زي ولا بوزي لي زي. وشو في الميتراج وفي الخدمه تاعو كيف كيف؟ نفس الخدمه. نفس الخدمه. نفس الخدمه، الماشين يتفرقوا برك، لي ماشين يتفرقوا. هذا ما كانش بولاج وتبولي والله هذاك منا. هذا ديرت هو مخدوم عند اليوزين وقطعوله. وتا لابوزي لازم تواسي ولازم حتى الزجاج تخدموا هنا الزجاج ديروا تا الاخر. والله غير مليح، الله يعطيكم الصحة. واش تقول للناس يتفرجوا فيك شهر رمضان هذا؟ واش نقول لكم؟ صحة رمضانكم. صحة فطوركم. يعطيك الصحة خويا. واش تتمنى يعني في المستقبل؟ واش تتمنى كشاب؟ انت شاب صغير جاي الدنيا هذا، واش تتمنى في واش تتمنى في راسك؟ واش تتمنى؟ تتمنى نهز الميتي هذا ونحل. تحب الميتي هذا؟ تحبه؟ نحبه. الله يبارك. يبارك فيك. يعطيك الصحة خويا. صح. وصحة فطورك. الله يعيشك. وانت كلمة صغيرة. صحة رمضانكم وصحة فطوركم. ان شاء الله صحة عيدكم هو قريب. هاكا قريب. يا الناس الكل تخمى العيد ما فهمتش ليه. يا ولينا نهضر معايا يقول لي صحة عيدك. يا ولد سيدي راكم تشوفوا العيد في العيد ما بين عينيكم والله. هاي واش نقول لكم؟ الله يعطيكم الصحة والضحكة خير من الابتسامة. هي 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 كل شيء. هاي السلام عليكم. هاي يعطيك الصحة. قول عاودها ترى. ابتسامة في وجه أخيك صدقة. عاودها ما سمعتش مليح. ابتسامة في وجه أخيك صدقة. يعطيك الصحة خويا. صح. السلام عليكم. توجور هذا توجور في ولاد برام. الشارع هذا كيف يقولوا له؟ الشارع واش اسمه؟ الحاج واش هذا ما عندوش اسم زعما أنت أونسيان هنا. خلينا خلينا من الشارع. هيا هيا. السلام عليكم. السلام عليكم. رانا قدام الكوشة تاع الزواوي وكيما راكم تشوفوا لحقنا بالطابلة صغيرة 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 بصح مكينة مكينة كبار. ها واش كاين هذا؟ عندنا دوبارة دوبارة كاين الحميص دوبارة كيما راكم تشوفوا. حل ترى البرمة هذيك وحركنا ترى البرمة. قالك حرك 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 بشوية برك. او مثل هكذاك. الله يبارك الله يبارك. حبس هاي. وهذا واش حميص؟ حميص ثاني. حميص طيب على الفحم ولا طيب على النار؟ شويه هكذا شويه شويه هكذاك نص نص. فلفل مجوي على الجمر. شويه على النار وطيب. صافي الله يبارك. هاكم بريباري هاكم بريباري الحاله. هذه في اجواء رمضان. رانا في اجواء رمضان في ولاد براهم. كيما تقول كلمه صغيره الناس هم يتفرجوا فيك اخويا. قول دار داركم وروح تاكلوا الدبارة. دار داركم وروح تاكل الدبارة. صح اخويا. صح. يا الحاج نعطيه كلمة الحاج تاع لي زونسيان خير. الحاج كلمة صغيرة على شهر رمضان برك. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأهلا بكم في بلاد إبراهيم. وإن شاء الله في أجواء تاع رمضان. ورانا في البداية إن شاء الله.
وان شاء الله نصوموا مليح ويعطينا ربي الصحه ولهنا امين وتبارك الله فيكم ربي يعيشكم ان شاء الله لا مزيان اخو هيا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نرى في اجواء رمضان عندنا سوبرات سوبرات بالزرطيحة سوبرات عاود الرحمه الرحمه ايوا هذاك نحوس عليها او معناها بونجور عمي واش راك صباح لاباس بخير واش شريتوا البنات واش شريتوا معاكم واش شريتوا جازوز جازوز صايمين لا فاترين صايمين صاحبتك راهي ميتة بالضحك ما نعرف ليه امي ضغطوا فيها ها يا سيدي ها الجازوز ها شكرا رانا في سوبرات الرحمه سوبرات الرحمه صحة فطوركم البنات كما راكم كالعاده الحاله راهي مستيكيه بيان جيزوس او كيما راكم تشوفوا في لي زيتاجير زيت وكاين انا رانا في ولاد برامه زيت كاين جيزوس كاين خويا كاين كل شيء الله يبارك الحليب كاينه كاين تاع البقره تاع اي سي بون اي هذه اجواء رمضان في ولاد برهم محلات الرحمه ما نخرجوا شويه برا شوفوا نوريكم شويه الحاله امي طريو او سميده وبرا شربات الحليب البن الله يبارك كاين كل شيء حاجه ما تخصكم حاجه ما تخصكم ولاد برهم ديما هكا الحليب كاين زيت كاين زيت كاين شربات كاينه الدقله كاينه كل شيء نعم تمام يا خويا بارك الله فيكم وصحة لفطوركم وربي تكملوا ان شاء الله الشهر هذا الرحمه بالصحه والهنا. نطلبوا الناس ترحم بعضها. ترحم بعضها شويه برك ترحم بعضها هذا الشعب هذا الامسي هكذا يرحم والديه ويسيس بعضها وشهر رحمه وشهر مغفره وبارك الله فيكم. يعطيك الصحه سيدي. ويعطيكم الخير وبارك الله فيك تاهي. والله غنصورك راهو تقولي ولا ما تقولي. صورها صورها. كيما راكم تشوفوا. هيا صحة واش نقول لكم؟ واش قلنا الناس راهم يتفرجوا فيك؟ صحة رمضانكم رمضان إن شاء الله مبارك من عاد علينا بالصحة والعافية كل عام وأنتم طيبين. والبوراك كيما تابعه شوف يا صاحب البوراك يا خويا واش عشري؟ ها؟ وشي؟ نسيتي خاي روحي للدار وتفكري. روحي. روحي للدار وتفكري مالا قال لك نسيت واش شريت قلت له واش شري قال بين امك برك دوك تعاود بين هذوك تعاود لك هذاك ما كان هذه هي برك حلا بيبي لامها تعاود لامها تعاود لك مالا بيبي لامك هيا رمضان كريم رمضان كريم في الدار انا نسميوها الدار الزلابيه هذه الدار الزلابيه هذا معمل الدار الزلابيه الله يبارك كيما راكم تشوفوا الزلابيه راه يوزن او قال لك دير لي رطل اسمع قال لك دير لي رطل او دير له رطل كما راكم تشوفوا وكيونات في العاده ها هو راهم كيونات وانا ولاد برهم واش راكم مع ولاد برهم لاباس خير صباح صحه لاباس جام دير جام وما تخافش هذا يسرب هذا يدير هذا يطيب وهذا يغطس يا اخي وهذا يسربي الله يبارك ايه تسمى كنتو حابسين صافي زيد في سلبان ها اه هذا فيك بيكونديك واش راك لاباس ونتركم والله غا لاباس وانت الحمد لله صافا والله غا في نعمه صحه لاباس والله غا رحمه ربي الحمد لله انا عند خوانا وي لازم هاك شوف الله يبارك كلشي مستيك يا الله يبارك كلشي مستيك
هاي بدات طاب، هاي بدات طاب سبيتي هاي. كيما راكم تشوفوا هاي المهم واش نقول لكم انا؟ نقول لكم انا السلام عليكم، انا مع المزلابي الزلابيه عطينا لي اسم منير، منير عندي منير زلابجي ومعروف انا في الاخر كلمه صغيره ناس ما يتفرجوا فيه تبارك الله. صحة ربعكم، الله منا روحي. صحة ربعكم، كل عام وانتم بخير. اه كيما راكم تشوفوا انا اخ المزلابيه قصيدي شعير. اه وعلى بيك معنا اللي عنده يدير ما عندوش يدين. يعطيك الصحة سيدي. معروف الزلابية احنا تاع البراهين صحة ليك. هاي معروفة الزلابية تاع البراهين، معروفة لا لا معروفة معروفة. هاي المهم سلام عليكم وربي يعاونك إن شاء الله ويعطيكم الصحة. رمضان مبارك إن شاء الله. عايشك. وليدي واش راك تبيع؟ دبشة. راك تبيع في الدبشة، قد ايه الدبشة خويا هذي؟ ثلاثة. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. وقت أخرى؟ وين؟ الحمد لله مليح قرية مليح. قد ايه جبت المعادل؟ 18. والله يبارك. الله يعطيك الصحة سيدي. هاي واش تقول لنا يتفرجوا فيك؟ قول لهم صحة رمضانكم. صحة فطوركم. هذا مكان. والقرية قرية. حياتك صح. من الدبشة، من الدبشة ندوروها الحلويات. الحلويات أنا في رمضان راهي منوعة. راسها منوعة وبهية. أنا دوبارة فيها. أنا دوبارة. ها؟ دوبارة تاع باشاتور. اه تاع باشاتور. باشاتور تحضر الحلويات. كما راكم تشوفوا. 20. قالك 20. هيا روح اسمع انت دير له وانا نصور. روح هيا. دير واحدة وليدة دير واحدة ساعة حارة. انت كما قلت لك شكلها دوب الحر دوب الزيت. هيا روح هيا. هو راه يديروا دوبارة نبداو. دير حمص برك. حمص برك وليدة. دير حمص برك. هذا قال دير حمص ما عرفش يدير فول. لا يعني ما دير ما بيناتهم ما ديرش الداخل ديريكت. هي اللي بعدا يسخنها ومن بعدا يفرغ لك هذا. والكل هذه سخنات تولي تحمض. تحمض هذيك السخنة. هذيك هي. كيما راك. صديها ها. ها درت. الحرارة. وش بك؟ وش بك؟ جاجا كومبلي والله ما يساعد كويس برك. وش كويس هذا؟ سيكونت. الله الله ربع على صوب. هيا كيما راكم تشوفوا كانت انا اجواء رمضان في ولاد براهم مازال ما كملناش دوك شويه دوك نزيدو نشوفوا بعد البرايس نروحوا ليهم. واش قلنا سامي تفرجوا فيك اخويا؟ رمضان كريم وصحة فطوركم. يعطيك الصحة اخويا. أهلا بك أخويا. أنا توجور في ولاد براهم، توجور في أجواء رمضان في ولاد براهم، كيما راكم تشوفوا الحفلة هنا واش راه يدير؟ واش راك دير؟ راني نخدم. واش تخدم؟ واش دير؟ تنحيد له شعره كله، والله ما خليت له والله. خليت له الشعر. والله واش راه تخدم فيه؟ والله كابرونتي. روحوا لا برونتي لا برونتي. السلام عليكم. واش راك اخويا؟ لاباس بخير؟ والله غير فرت سويا او فرتك من الروح. والله ما خالك، والله ما خالك شعره. والله صاحبي ما قلوش صاحبك. بابا قال لك صاحبو سيدي. ها قال لك صاحب. والله غير فرت سويا صاحبي مالك. عطيني هذاك البوك مالك. ها اللي هيك البوك هذاك نورمال نورمال. ها يا سيدي والله عندك شعبي هنا كلمه صغيره الناس ما يتفرجوا فيك. صحة رمضان وكذا واحنا بخير. يعطيك صحة اخويا. وانت اخويا جيت تحفل ورد بالك تحفل عند هذا روح هذا هذاك هذاك هو يعرف هذاك هو هذاك هو الدس اول كيفاه ايوب. اه جيت حفل بليو
مانيش قاعد. ماكش قاعد. هاي مرة السلام عليكم. كنت في أجواء رمضان في ولاد برهم كيما العادة كنا عند سي رباح وأيوب. سنتر فيل هنا وسون دي ديكوافر بروفيسيونيل. حنا كنا نضحكوا برك ما كناش نقولوا بلي ما كانش منها سي أيوب. اخي ايوب اخي هكذاك والله كنا نضحكوا برك كنا نضحكوا معاه برك يعني راه بروفيسيونيل بس هو ما عم انا ما نعطيلوش راسي انا فرطاس خطش يا السلام عليكم انا توجور في اجواء رمضان في ولاد براهم دوك رانا في سوبيرت الحر سوبيرت الحر يقولوا له كيفاش يقولوا له سوبيرت الحر سوبيرت الحر كما راكم تشوفوا داوة مستيكيا على هذا كاينه كل شيء كاين طابله تاع النوغا وادي كاينه كما راكم تشوفوا سورتو شهر رمضان لازمنا النوغا لازمنا بزاف حوايج كيما هذا هو مش تاع شيكولا ما فيش شيكولا هاي طفله بنتي صغيره هاي تحوس مش تاع شيكولا تحوس الكاطو معليش هاي كما راكم تشوفوا سيبيرت هذا مليحه صغيره و... ونظيفه انا عجبتني فيها في النظافه يعني شوف لارتيك تاع الاخر تاع لارتيك دو نيتواج دايرو وحده داير حاجه كل حاجه وحدها اوف كيما راكم تشوفوها لي فريجيدير نورمال انا روم ولا شهر رمضان لازم يكون حاجه يكون يخدم واحد من قلبه ما يكونش يخدم هذاك غير بيع برك داخل في الصوار بنتي واش راكي بخير لاباس وانت واش راكي يا طفله واش راكي يا بنتي بخير لاباس بخير جوتي تشري يا طفله واش تشري؟ فرماج فرماج باش ديروا البوراك بيتزا اي ولا بيتزا هاديو بيتزا ولا فرماج بوراك بوراك الله يبارك ديروا باي باي قولوا صحه فطوركم مع بعضكم قولوا صحه فطوركم مع بعضكم كي نديرها واحد زوج ثلاثه قولوا صحه فطوركم واحد زوج ثلاثه صحه فطوركم يعطيكم الصحه الله يبارك هاي كما راكم تشوفوا الحاله راهي نورمال بيان الحمد لله كما قال هذا الحمد لله حنا في بلادنا مازال الخير كاين ونبقاو ديما مع الخير يا اخي هكذاك يا حبيبي ها وي يعطيك الصحه خويا شكرا رانا هنا في الدخله تاع ولاد براهم كما نشوف الخضره والفواكه كاينين حبيات كلش فريشكا هذا دخلت تاع ولاد براهم وانا بعد ديجون هنا مي قصروا في البابي فوت يعقبوا في الوقت ديروا جيم هاي صعيد كما راكم تشوفوا الحاله منوره ندير لكم مرشي هنا مليح شويه ولا باهي الغلا ما نهضوش على الغلا الغلا كيف كيف بارتو بارتو وين تروح كاين الغلا يعني مليح ويعني يساعدكم هنا الحاله خير مليح لا مليح والناس عندهم وين تحطوا هذيك ها عندهم وين تحط بديس واش راك بديس؟ خير واش راك وري الطابلة تاعك؟ اه واش راك تبيع؟ شربيت وقت تلقى لي 5000 فرنكا؟ ايه ليه هذا تلقى لي 5000؟ هنا سوق الرحمة اه راه غاستعرف فيك قد جبت المعادل؟ 11.01 11.01 على 20 ايه ولا على 30؟ على 20 على 20 اه ماكش تقرا مليح هكذاك واش مخصوص فاش 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 مخصوص يعني فاش يعني راك طايح فيها نص بركه وكل نص بركه تسمى راك جايبها روحك شوي شوي واش تمنى كي تكبر واش تمنى تخرج ما على بالكش ما كان والو ما عم باليش واش نخرج تسمى كارت ميموار فرغانه كارت ميموار تاعك فرغانه واش قلنا سامي تفرجوا فيك ما عندي ما راح نقول لهم صحة فطوركم ورمضان كريم ورمضان كريم يعطيك صحة خويا هاك كيفاه هاك كيفاه ما كانش هاك واش نقول لك انا نقول باي باي
وراك عجبت في القناه البيبان تي في، وان شاء الله هتفرجها غدوه ان شاء الله. انت غدوه تفرجها وش نقول لكم؟ صحه فطورك وصحه سحورك. بارك الله بارك الله فيك عمي فؤاد. رمضان مبارك. ها يا سيدي هم لي جونا هادو كل لي جون تيوانا تا ولاد براهم. عمي فؤاد نهار الزين في الامثال خير، يعني راكم في دوار ولاد براهم. ها؟ ديال العلامة البشير الابراهيمي. هاكم شو سوق الرحمة. هذا هو سوق الرحمة. ايه كلش متوفر ان شاء الله. صحة فطوركم. وش راك تبيع انت؟ تبيع في بقلاوة وقلب اللوز. بقلاوة ومزاد مزاد سلعي السنة. مزاد سلعي هذه غير الأولى برك، هذه مازال ما لحقتش. مازال جديد ان شاء الله. ان شاء الله. واش تقول لناس يتفرجوا فيك؟ صحة فطوركم بارك الله فيكم، رمضان خير مبارك. يعطيك الصحة خويا. هيا السلام عليكم. صحة فطوركم. بعد ولاد ابراهيم جينا في لاصال دو سبور تاع لاصال دو سبور. ولادي تهاوش. لاصال كوبا جيم، لاصال كوبا جيم معروفة في راس الواد. وكما راكم تشوفوا لي سبورتيف هنا راهم صايمين وراهم يديروا في لا مسكيلاسيون ان بيك سبور. قلت نقولوا دوكا قادر مش قادر؟ قادرين. اقعد كيما راك اقعد كيما راك قادر مش قادر؟ الحمد لله قادر. حكم كاميرا حكم كاميرا صورني معاه. ها سمعت. ها يا سيدي واش راكم خير لاباس؟ لاباس الحمد لله. وشكون الناس اللي يتفرجوا فيك؟ واش نقول لهم؟ هذا مظهر مبارك ان شاء الله، ونطلبوا ربي المغفره ويستغلوا الناس ان شاء الله. ان شاء الله هذا في الطاعات. امين امين. هو هذاك هو والناس ترحم بعضها. هذاك هو صح. تعاون بعضها وهذاك هو صح. صح فطوركم انت زاد اخويا. هنا خويا راك الله يبارك. هذا واش يسموه؟ ايشوفمون ايشوفمون. ايشوفمون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. رانا في لاصال ديال الجيم لاصال دو سبور. واش مع رمضان هذا كل يوم تجي ولا نهار بنهار ولا نهار بعد نهار؟ نهار بعد ما تقدرش تجي كل يوم. امبوسيبل سي امبوسيبل. ومع الصيام واش ساعدك في السبور هذا؟ صافا بيان. ما تكيف ما تشم والو. خاطيني كلش. خاطيك كلشي. واش تقول للناس اللي يتفرجوا فيك؟ نقول لهم صحة فطوركم وصحة رمضانكم وسنين دائما ان شاء الله. يعطيك الصحة. أنا توجور في لاصال دو سبور تاع الجيم، وكما راكم تشوفوا الناس هاي في السبور، في وحدينا راه هنا، هذا ما شفناش، الله يبارك، الله يبارك، يعطيك الصحة خويا. واش غادي نقول لك؟ تزيد له ولا تنقص له؟ راني نزيد. وانت تقدر تعرف كي دين كيلو بدير عندك؟ كل السرعة كيلومتر. خويا ما نعرفش مني سبورتيف. انا راني نسقسي لي سبورتيف. الله يبارك. واش تقول الناس اللي يتفرجوا فيك؟ صحة رمضانكم، صحة فطوركم جميعا المسلمين. يعطيك الصحة خويا. أي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صحة فطوركم وكم صحة فطوركم، اليوم ثلاثيام جور تاع شهر رمضان، وكما العادة قلت لكم ثلاثيام جور، كل يوم عندكم قهوة، هذه قهوة راس الواد، قهوة دكتور هذه، في بشير عاشور. بشير عاشور هذا الشارع هذا معروف كبير ومعروف يعني مليح، سنتر فيل. فيها رابوست، فيها جندرميري، فيها بزاف حوايج، يعني بزاف حوايج، محلات كبار محلين هنا، ولاد الفيلاج معنا وكل، ومعنا كثير باش ما تعطينا كلمة صغيرة، عرفت مزيك نعسان بزاف، والله عم مزيك، مزيك نعسان، وأنا قوتي مزال ما لحقتش أنا نستنى فيها، وقعد معنا، وكما اليوم كما اليوم أنا كما لنا في الفيديو هذي، رحنا لولاد فرحم. درنا جولة في ولاد براهم، إن شاء الله تعجبكم الفيديو، ما تنسوش لايكو في الفيديو، ديرو شير، وتابوني في الفيديو تاعي، اليوتيوب تاعي، وتوجور في القناة بيبان تيفي.
أنا مع الشيخ صالح على ربي بارك. واش الشيخ صالح واش راك لاباس؟ كندي رمضان. قلت لك رمضان؟ أيه. أييه. ناكل شي دواء؟ إيه لازم تاكل الدواء. إيوه. ولا قال لك طبيب كول كول رمضان؟ ما عرفتش أنا الطبيب أنا. ها؟ لا الطبيب اللي راه عشرني في بلاصتي. صافي واش تقول الناس هم يتفرجوا فيك واش تقولهم؟ أه. واش تقول الناس هم يتفرجوا فيك؟ صحة فطوركم. أه. على مكان برك تعب طولكم ساعة رمضان كم طولكم أهلا يعطيك صحة خويا إن شاء الله ربي يطول في عمرك آمين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ساعة طولكم رمضان كريم كامل الشعب الجزائري إن شاء الله ربي يوفقنا صومهم بالصحة والهنا آمين ساعة طولك إن شاء الله يفتحها في وجوه الناس الزواولة ورانا هنا إن شاء الله بالكلمة الطيبة وبالعمل الصالح آمين شيء نقدروا عليه نديروه إن شاء الله إن شاء الله وانت أخويا رمضان كريم كل أمة الإسلامية إن شاء الله يعطيك الصحة أخويا السلام عليكم بركة أي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رانا عند قدوس اليوم واش الحاج قدوس صافا لاباس بخير واش هذا هذا راه مكسر هذا واش هذا ربي يشافيه إن شاء الله ربي يشافيك يا وليدي كما تقول الناس راهم يتفرجوا فيك على سلامتك ان شاء الله عاود ميمون ان شاء الله ربي يشفيك ان شاء الله امين واش نقولوا في رمضان هذا الفاضل ان شاء الله ربي قدرنا ان شاء الله وربي بلغنا ان شاء الله امين ليله القدر وربي يتقبل منا ان شاء الله الصيام والقيام ان شاء الله امين رب العالمين وانت واش تقول الناس راهم يتفرجوا فيك قول لهم صحه فطوركم قول لهم صحه فطوركم قول لهم قول يحشم شويه وانت اي قول لهم صحه فطوركم صحه فطوركم هيا مع بعضنا صحه فطوركم صحه هاي نعودوا عودوا هاي ان دو تروا صح افطاركم هاي صح ما سبي روحك ما ما توي عمل ماك ما عاد واش اونسلي حي بيت التاي مرحبا بكم تجويد انواع التاي متوفر عندنا ان شاء الله اهلا وسهلا وقت معروف يعني معروفين جدود جدود كنا تخدموا في التاي جدود جدود معروفين في التاي والحر عندكم علينا عندي بعد الحر انواع المكسرات انواع المحليات كلش متوفر عندنا كل شيء عندك بعد الحر شرب رانا مع جونس هنا واش لي جون واش راكم بخير افطرتوا مليح الحمد لله ها راكم فاهمين تشربوا في لاتي وهذاك ها لاتي حار واش راك تشرب انت؟ هذا تي وهذا واش؟ هذا واش؟ حار الله يبارك الله يبارك راه مع ولاد الكارتي هنا مخلط حاجة سلعة فورة واش وراكم؟ واش وراكم؟ راكم في بلاصة تاع تي خيمة بيت التاي هذا عاد تعريف ما في حتى نقاش ها لي زونسيون ها لي زونسيون زونسيون اللي يتعلم يطيب التاي راه حركي مرحبا كما راكم تشوفوها والحلويات الحلويات التحليات التوكيلات كنافه كل شيء في السيتيه كل شيء كاين حلويات كيما راكم تشوفوا انا قلت لك توجد النعناع تاعو النعناع لازم يحضر العسل الفارس كيوكيو فيها كل شيء الله يبارك خويا واش نقول لكم حنا نقول لكم يعطيك الصحه يعطيك الصحه وان شاء الله ان شاء الله ديما ان شاء الله ان شاء الله وصوب تصور ولا ما تصوبكش تلقاو عندنا النظافه والجوده وحسن الاستقبال والمعامله اهلا وسهلا بكم معروف معروف بيت معروفين بيت تاي معروفين انا عندي نقول لكم الذوق انا نتحدى اي واحد يطيب تاي كيما هذا هو ما في حتى نقاش بيت تاي معروفين معروفين بيت تاي معروفين وراه تشرب داك الشيء كلمة صغيرة ما نهضرش ما نهضرو كي تجي ذوق تاي ساعة تهضر كلمة صغيرة على شهر رمضان شهر رمضان ان شاء الله نصومو بالصحة والهنا